أكثر الحروب الأهلية التي شهدتها الأرض دموية ستبقى وصمة خزي وعار في التاريخ البشري. حروب أهلية من التاريخ يندى لها الجبين راح ضحيتها مئات الآلاف وحتى ملايين القتلى، لا لشيء سوى اختلاف في العقليات والثقافات. تعتبر الحروب الأهلية مؤشرا بغيضا على أن الأشخاص، جميع الأشخاص حتى أولئك الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالعرق والثقافة والتاريخ والجغرافيا، يملكون اختلافات عميقة وأسبابا لمحاربة بعضهم البعض بدم بارد. لطالما ارتبطت الحروب الأهلية بالإبادة الجماعية في العديد من الحالات، بالنسبة للعقل فإنها أكثر أنواع الحروب إثارة للخزي والعار. وصدق الشاعر والكاتب الفرنسي فرانسوا فينلون عندما قال: كل الحروب حروب أهلية لأن كل الرجال إخوة. تعرف معنا في هذا الفيديو على حروب أهلية من التاريخ يندى لها الجبين راح ضحيتها مئات الآلاف وحتى ملايين القتلى، لا لشيء سوى اختلاف في العقليات والثقافات. أولا، الحرب البوسنية ما بين سنتي 1992 و1995. كانت الحرب البوسنية نزاعا وحشيا معقدا وشنيعا عقب سقوط الشيوعية في أوروبا. ففي عام 1991 انضمت البوسنة والهرسك إلى العديد من جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وأعلنت استقلالها. فاندلعت حرب أهلية استمرت لمدة 4 سنوات. كان سكان البوسنة مزيجا متعدد الثقافات من المسلمين البوسنيين والصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك. قام الصرب البوسنيون المسلحون تسليحا جيدا والمدعومين من صربيا المجاورة بحصار مدينة سراييفو في أول نيسان عام 1992، واستهدفوا بشكل أساسي السكان المسلمين، لكنهم قتلوا العديد من الصرب والكروات البوسنيين الآخرين بهجمات الصواريخ وقذائف الهاون والقناصة التي استمرت قرابة 3 أعوام ونصف. قصفت العاصمة البوسنية ونفذت القوات الكرواتية والصربية القومية هجمات تطهير عرقي وحشية في جميع أنحاء الريف. أخيرا وفي عام 1995 ساعدت الغارات الجوية وعقوبات الأمم المتحدة على جمع كل الأطراف إلى اتفاق سلام. تختلف تقديرات القتلى في الحرب على نطاق واسع حيث تتراوح بين 90 ألف إلى 300 ألف قتيل. الحرب الثانية هي الحرب الأهلية النيجيرية ما بين سنتي 1967 و1970. رعب حقيقي أصاب الشعب النيجيري جراء هذه الحرب الأهلية التي استمرت لعقود. نتجت الحرب الأهلية النيجيرية والمعروفة أيضا باسم بيافرا عن التوترات الاقتصادية والعرقية والثقافية والدينية بين مختلف شعوب نيجيريا. ومثل العديد من الدول الإفريقية الأخرى، كانت نيجيريا عبارة عن إحدى منتجات الإمبريالية والتي أنشأها البريطانيون في هذه الحالة، مهملين الاختلافات الدينية واللغوية والعرقية حينما رسموا حدود البلد الجديد. بدأت الحرب الأهلية في 6 تموز من 1967 عندما تقدمت القوات الفيدرالية النيجيرية على محورين في بيافرا. بلغ عدد سكان نيجيريا التي حصلت على استقلالها عن بريطانيا عام 1960 في ذلك الوقت 60 مليون نسمة، مؤلفة من حوالي 300 مجموعة عرقية وثقافية مختلفة. كلفت الحرب نيجيريا الكثير من الأرواح والمال وأضاعت مكانة الدولة في العالم. تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 3 ملايين شخص قد لقوا حتفهم بسبب الحرب، معظمهم من الجوع والمرض، وهي واحدة من أكثر الحروب الأهلية دموية في العقود القليلة الماضية. ثالثا، حرب الألف. حرب الألف يوم من 1899 إلى غاية 1902 هي حرب أهلية كولومبية نشبت بين حزب المحافظين والحزب الليبرالي وفصائله الراديكالية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات وتدمير الاقتصاد الوطني. مثل الحزب الليبرالي أصحاب مزارع البن والأثرياء والتجار الذين فضلوا سياسة اقتصادية معينة، فتم استبعادهم إلى حد كبير من المشاركة في الحكومة بعد انتصار المحافظين سنة 1885، وتأثروا أكثر بسبب التراجع الحاد في السعر الدولي للبن. بحلول سنة 1899 كان العديد من مزارعي القهوة من دون إنتاج أو عمل فني، ما أدى لاندلاع حرب عصابات غير منظمة ولكنها مؤذية للغاية في المناطق الريفية خلال السنوات الثلاث التالية، فقادت لتدمير كبير للممتلكات وفقدان الأرواح، غير قادرين على تهدئة الريف بالقوة.
عرض المحافظون أخيرا العفو والإصلاح السياسي في عام 1902، وبحلول تشرين الثاني من نفس العام استسلم الزعيمان الليبراليان الأكثر أهمية رافائيل أوريبي وبنجاما هيريرا لمعاهدات السلام التي وعدت بالعفو وإجراء انتخابات حرة وإصلاح سياسي. الحرب الرابعة وهي الحرب الأهلية السريلانكية بدأت سنة 1983 وانتهت في سنة 2009. في نيسان عام 2011 أصدرت الأمم المتحدة تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية السريلانكية المستمرة منذ 26 عاما. أشار التقرير إلى أن عدد الضحايا تجاوز 100,000 شخص. وقعت الحرب بين جبهة نمور تحرير إيلام تاميل التي طالب بإنشاء دولة تاميلية مستقلة تسمى إيلام تاميل في شمال وشرق الجزيرة من جهة، وبين الحكومة المحلية من جهة أخرى، وتشير التقديرات إلى أن 40,000 مدني على الأقل لقوا حتفهم في الأشهر الخمسة التي سبقت نهاية الحرب في أيار 2009 عند استسلام النمور. استقبل معظم السكان المحليين نهاية الحرب الأهلية بالابتهاج والتهليل، لكن على الرغم من توقف القتال إلا أن استعادة حكم القانون والتحقيق المناسب في انتهاكات الحقوق وجرائم الحرب المزعومة من قبل الجانبين لم تحدث بعد. في 12 شباط من سنة 2013 صرحت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي بأن سريلانكا قد أوفت بوعدها بتحسين حقوق الإنسان وإنها فشلت في التحقيق في الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب. خامساً، الحرب الأهلية الأنغولية وقعت بين سنتي 1975 و2002. ناضل شعب أنغولا باستبسال خلال الاحتلال والطغيان لكسب استقلالهم عن قوى الاستعمار البرتغالية، لكن بعدما أصبحت أنغولا أمة حرة كانت للسلطات المحلية والأجنحة السياسية مطامع في السيطرة على الدولة المشكلة حديثا. بدت الحرب الأهلية وكأنها حتمية، فالسبب الرئيسي لها حسب مراجعة تاريخ الصراع أنها كانت صراعا على السلطة من الأساس بين اثنتين من حركات التحرر السابقة، الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الـ MPLA والاتحاد الدولي للاستقلال الكامل لأنغولا UNITA، ما قاد إلى واحدة من أكثر الحروب الأهلية دموية وأطولها في التاريخ الحديث، حيث استمرت ما يقرب من 27 عاما. بدأت الحرب فور استقلال أنغولا عن البرتغال في سنة 1975 وانتهت أخيرا عندما قتل جوناس سافيمبي قائد يونيتا من قبل القوات الحكومية في سنة 2002. وافق الجانبان على وقف إطلاق النار، وسرعان ما أعقب ذلك إجراء انتخابات خلفت الحرب ما لا يقل عن 500,000 قتيل واقتصاد دولة جديدة في حالة خراب تام. الحرب السادسة وهي الحرب السرية أو الأهلية اللاوسية بين سنتي 1953 و1975. كانت الحرب السرية في لاوس جريمة ارتكبتها الحكومة الأمريكية والتي تم اعتبارها حقيقة تاريخية الآن وليس رأيا شخصيا، وذلك كونها حربا بالوكالة خلال حقبة الحرب الباردة بين الشيوعية وأمريكا. سمي النزاع باسم الحرب السرية عند شعبة الأنشطة الخاصة في وكالة الاستخبارات المركزية وقدام المحاربين الهومونج. وتميزت هذه الحرب بالتخطيط السياسي الغارق في الجهل والخداع والسعي وراء المصالح الفردية الضيقة مع تجاهل تام للمشاكل الحقيقية والقضايا الملحة. وكالعادة فإن سعي الحكومات للسلطة والسيطرة كان له تكلفة بشرية باهظة، فتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 450,000 مدني في لاوس و600,000 في كمبوديا قد لقوا مصرعهم في هذا النزاع، كما تجاوزت أعداد اللاجئين 1,000,000 شخص. وبالإضافة إلى ذلك أدى الاستخدام الواسع للمواد الكيميائية السامة إلى حدوث أزمة صحية هائلة، والتي وقعت بطبيعة الحال على الأطفال والأمهات المرضعات وعلى المسنين والمرضى أكثر من غيرهم، وما زالت آثارها قائمة هذا اليوم. سابعا، الحرب الأهلية الصومالية سنة 1991 وهي مستمرة حتى الآن. الصومال في الواقع موطن لعدد من الشعوب المختلفة والتي عارض العديد منها دكتاتور الدولة محمد سياد بري في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. ردا على ذلك بدأ الرئيس مهاجمة الفصائل المعارضة بجيشه غير أنهم قاوموا حتى تمكنوا من إزاحته عن السلطة.
لكنه كان لا يزال يحظى بشعبية لدى الكثير من الصوماليين، فاندلعت ثورة في أوائل التسعينيات لإعادته. بعد عودته إلى السلطة، أعلن جزء كبير من شمال الصومال استقلاله عن بقية البلاد، رغم أنه لا يزال غير معترف به إلى حد كبير. بعد سنوات من الحرب، صار الصومال في حالة خراب شبه تام، مع تواصل إرسال الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام لتسهيل عملية توزيع المساعدات وإعادة بناء المجتمع الصومالي. تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن ما يقرب من مليون شخص فقدوا حياتهم جراء أسباب مرتبطة بهذه الحرب. الحرب الثامنة، تمرد تايبينغ، بدأ من سنة 1850 وانتهى في سنة 1864. واحدة من أكثر الحروب الأهلية التي عرفها العالم على الإطلاق، دموية ووحشية، لا يوجد حدث آخر دمر الصين في القرن التاسع عشر مثل تمرد تايبينغ. ما أشعل هذه الحرب رجل واحد من جنوب الصين اسمه هونغ تشيو تشيوان. ذلك الرجل فشل في اختبارات الإمبراطورية، وهي نظام امتحانات الخدمة المدنية لاختيار المرشحين للعمل في الدولة، للمرة الثالثة في سنة 1847، ليسقط في حالة من الهذيان الذي دام 30 يوما. وعندما تعافى اعتقد أنه تم اختياره لغزو البلاد، إذ ادعى أنه الشقيق الأصغر ليسوع المسيح، بعد أن زعم نزول وحي السماء عليه، والذي أمره بتأسيس مملكة تايبينغ السماوية. ومن خلال جمع أتباعه من الجماهير الفقيرة في البداية، بنى ومجندوه تدريجيا جيشا وتنظيما سياسيا استمر في اجتياح الصين. بحلول أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر، سيطر المتمردون على ثلث البلاد، فكانت حركتهم قوية وشعبية إلى درجة استنزفت فيها الحكومة المركزية ملايين الدولارات، واستغرقت 15 سنة لهزيمتهم. ذلك في سنة 1864، حينما تم قمع التمرد بوحشية بمساعدة من القوات الفرنسية والبريطانية. تشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 20 مليون شخص. الحرب التاسعة، حرب الوردتين، وقعت بين سنتي 1455 و1485، 30 سنة. كانت حرب الوردتين من أهم الأحداث التاريخية في القرون الوسطى، وكان تأثيرها على إنجلترا هائلا. تكونت هذه الحرب الأهلية من حروب متقطعة وقعت بين أفراد عائلة لانكستر، الذي كان رمزهم هو الوردة الحمراء، وآل يورك الذي كان رمزهم الوردة البيضاء. ومع ذلك تنتمي العائلتين إلى عائلة بلانتاجانيت التي كانت تحكم إنجلترا بسبب نسبهما إلى الملك إدوارد الثالث. بدأ التنافس على العرش سنة 1399، عندما خلع الملك ريتشارد الثاني عن العرش على يد ابن عمه هنري بولينجي بروك دوق لانكستر. لكن الحروب الفعلية لم تندلع حتى عام 1455، عندما هزم ريتشارد دوق يورك آل لانكستر في معركة سانت ألبانز الأولى، وقتل عدد من الأشخاص البارزين في الأسرة. انتهت الحروب بجمع الملك هنري السابع للعائلتين، مؤسسا سلالة تيودو، ووحد رمز الورود البيضاء والحمراء لإنشاء وردة تيودو. يقدر عدد الضحايا ما بين 35 ألفا إلى 50 ألف شخص. الحرب العاشرة، وهو ما يسمى بتمرد لوشان، حدث ما بين سنتي 755 ميلادي إلى 763. غالبا ما يتم غض النظر عن هذه الحرب وتجاهلها، وهي بالتأكيد حرب أهلية تود الصين نسيانها، لكنها تبقى حتى يومنا هذا أشد الحروب الأهلية دموية في تاريخ العالم. تجاوز عدد القتلى تمرد تايبينغ، ولم يوازيه سوى حربان منذ ذلك الحين، إحداهما هي الحرب العالمية الثانية. وقع تمرد آنشي كما كان معروفا أيضا خلال عهد أسرة تانغ، من 755 إلى 763، وامتد لفترة حكم ثلاثة من أباطرة الأسرة، حينما أعلن الجنرال آن لوشان نفسه إمبراطورا في شمال الصين، مؤسسا بذلك أسرة تيان المنافسة. ولحسن حظ آل تانغ، سرعان ما بدأت أسرة تيان في التفكك من الداخل. في كانون الثاني من سنة 757، ازداد استياء ابن لوشان من تهديدات والده ضد أصدقائه فقتلوه.
بعد ذلك بوقت قصير قتل الابن بدوره على يد شي آن مينغ صديق آن لوشان القديم. حاول هذا الصديق مواصلة التمرد لكن انتهى به الأمر أن قتل على يد ابنه في سنة 1761. على الرغم من أن عائلة تانغ قد هزمت التمرد إلا أن الحرب تركت الإمبراطورية أضعف من أي وقت مضى، وقدر أن أكثر من 35 مليون شخص فقدوا حياتهم خلال حمام الدم الفظيع هذا. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى الحروب الأكثر دموية في تاريخ البشرية. المصدر موقع ليست فيرس. إلى أن نلتقي في فيديو آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.